مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه السانحة الجديدة عبر برنامجنا في الموعد عبر قناة الشروق، والذي نأتيكم اليوم فيه وقد تأخرنا بضع دقائق أو 10 دقائق بالتحديد بالنسبة لظروف خارجة عن الطاقة، ولكننا بالتأكيد اليوم نعلم أنكم تستمتعون جميعا بهذه الأجواء الخريفية، ولعل الحديث في هذا المساء سيكون متسقا مع هذا الجانب. فهنالك في حياتنا الكثير من الفصول، وربما الخريف خريف العمر هو الذي سنتحدث عنه، وهو قد يحمل كثير من التجارب والدلالات والتي سيحكيها لنا ضيف هذا المساء في الموعد عبر قناة الشروق الأستاذ موسى الأمير. يا هلا بك أستاذ. أهلا مرحب. أهلا وسهلا. أتكلم معك، ربما عايز أتكلم عن جوانب لا علاقة بتجاربك في الدراما، منذ أن بدأت الخطوات الأولى في الدراما، ومن بعد كيف قدرت تنتقل في مراحل مختلفة في العمل الدرامي، وشخصيات اللي عالقة في ذهنك واللي هي سيطرت عليك أو أنت ربما سيطرت عليها وكانت هي بوابة النفاذ لها أنت، أو بوابة النفاذ لك أنت عبرها لعقول الناس والجمهور تابعوك. خلينا نبدأ معك عن الخطوة الأولى لموسى الأمير في عالم الدراما. والله الخطوة الأولى بالتحديد كانت من بدري شوية. أصلا كان في المدرسة، نحن طبعا زمان كان المدرسة الأولية، ففي المدرسة في النشاط المسرحي، في النشاط بتاع الجمعيات، في من الأساس الناس بتربوا التربية المسرحية دي طبعا حسب المنهج بتاع بختار رضا، بيكون في معلم بيعلم النشاط، فبكون هناك الناس بيقدروا يحيوا الليالي. حتى المنهج ذاته كان بيحمل أعمال مسرحية في كل المناحي، يعني مثلا في التاريخ كان بيكون في مسرحيات تاريخية مثلا عن وتحبوبة المهدي، حصار الأبيض، يعني مسرحيات زي دي الناس بيمثلوها ومن خلالها بيستقوا التاريخ. أيوة. في المطالعة برضو بتكون هناك في أعمال لها علاقة بالحياة، وهناك برز الصعربية يوما في سياب الواعظين، فحكاوي بتكون بشكل حواري بشكل درامي وموسق، بتقود الطلبة على أساس أنهم يمارسوا حتى داخل الفصل العملية المسرحية والتمثيلية، ومن خلالها استقوا المعرفة والمعلومات. فنحن كنا بنقدم في أيام الليالي عندنا هناك طبعا كل يعني كل فترة بيكون في جمعية أدبية ويكون في ليالي سمر، الناس بما شاركوا بنشاط مسرحي. أول مسرحية أنا يمكن من المسرحيات المذكورة كنت أمثل فيها دور عمر بن كلثوم، لما جاء طلبوا عمر بن هند عشان يزلوا قدام الأعيان بتاعينه، فطلبوا جابوا لحد ما خشنا، وطبعا دعاه معه أمه. أمه في الداخل هناك، فوصى أمه إنه يعني تذلها. أيه. فقامت أظنها ناوليني أيه. ذلك الطبق يا ليلى. أيه. قالت لها لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. أيوه. تاني ردت لها قالت لا لست لك خادمة لتقم. فلما قامت قالت لا ناوليني أيوه أتعصين أمر سيدتك. فقامت قالت يا ذو الله يا لتغلب. فعمر بن هنتين سمع قال تلك عمر بن كلثوم اللي هو كنت مصر، تلك أمك يا ابن هند قد أزلتها، طلع سيف، فخذ هذه وهذه سنغسل عنا العار بالسيف وليكن ما يكون، هيا بنا يا رجال واتركوا هذا المتكبر يسبح في دمائه وبنطلع. الحاجة دي كانت فيها طريفة جدا، طبعا قصير لابس العباية ومكفكفين هنا، وانا طالع زماني كان بنعمل الرتاين. الرتينة بتكون مقطوعة من الصفيحة، بتكون مقطوعة من جانب بتلبس للرتينة فبتحكس الضوء الإضاءة. وانا طالع كده في طرف الستارة العباية مسكت في طرف الرتينة، وانا والرتينة طبعا كنا في الكنب الترابيز تحت الأساس كلهم بيجوا وبيغادي، طبعا النازين بيصفق ما عارفين الحاصل بغادي شنو. كان عندنا أستاذ اسمه مصطفى عبد الحميد، راجل ما شاء الله الله يديه العافية إذا كان ما قال، وربنا يديه الرحمة إذا ربنا أفتكره، ده راجل فنان تشكيل وراسم، فهو كان
اللي بيعمل مسرح وبصمم السينوغرافيا بتاعت المسرح. فمن البدايه دي كان، هل ممكن نقول انه ده السر اللي خلاك تتوجه لاحقا بانه انت تشتغل في مجال، هل نقدر نقول انه ده السر هو اللي خلاك لاحقا تتوجه للاشتغال في مسرح الطفل والمسرح والمسرح المدرسي كمان يعني؟ والله اكيد، لانه اصلا انت بتتذوق المسرح ده من البدايه. وبعدين كان عندنا طبعا في الاعمال حكايه الاراجوز، حكايه النادي، في ده كله جزء من النشاط في المدرسه يعني. أيوه. بيدرس في المنهج داخل يعني حصه، ما حاجه بتاعت نشاط خارجي. أيوه. يعني كان، وده حاسم معلش الواحد اللي بيعزيها، لانه فقدنا نحن في الرياضه، لانه زمان كان عندنا يوم السبت ويوم حصه رياضه، حصه اجباري تمارس فيها الرياضه اي ملاعب، والمدارس بتكون فيها ملاعب. أيوه. مختلفه تمارس فيها الرياضه. انت في الاول بتكون ما عندك الرغبه او بتكون متكاسل، لكن بعد شويه بتنشط بتشارك. فإما طلعت لاعب حريف في الحي وفي هنا، وإما أصبحت مشاهد واعي يدرك المخاطر والمشاكل اللي بتحصل للاعب داخل النعش. أيوة. عشان ما بيبقى مشاهد بس يشجع الكورة، شاتوا جون ولا جابوا جون. أيوة. يصيح. فدي كانت اللي بتصنع الإنسان من ناحية رياضية، من ناحية ثقافية، من ناحية تربية وطنية. بالمناسبة كون يقوموا الناس من الصباح يجوا يتفروا في المدرسة كلهم بأساتذتهم ويبتدوا يلقطوا الأوراق والحاجات وهنا لحد ما يقطعوا المدرسة بغثة، المدارس كانت مبنية بمواصفات. لما نمشي هناك بتكون المدرسة نتفض. أنت هنا بتكون مسؤول من المكان اللي أنت موجود فيه، ولازم تنظفه ولازم تقدر تعتني به. وبعد ذاك تبقى النبطشيات كل مجموعة كان بتجي يوم تنظف الفصل وتجهز الحاجات وتحضر هنا، فبتشعر بتخليك تتعلم المسؤولية. بعدين من طابور الصباح، أيوة والله يا أخي ذكرتني حاجة. يا أخي عرضوا يومتها بداية العام الدراسي وقالوا ضرب نقل الجلسة، فجابوا مدرسة في التلفزيون، مدرسة نموذجية، واقفين الطلبة بيقولوا في نشيد نحن جند الله. يا أخي الولد قال نحن جند الله جند الوطن. يعني لم ركز والحركة دي زمانك الاستاذ بيقيف كده ونحن جند الله، تشعر بانك جد. أيوه. انت من جند الله. أيوه. ها من جند ومن جند الوطن. أيوه. فانا استغربت انه الحاجه دي حصلت. غالبا ما يكون خلوا النشيد ده تحفظهم للاستاذه عشان كده. يعني دي الحاجه اللي خلت الواحد انه يتجه الى هذا الاتجاه ويمشي على مجال المسرح عموما ومسرح الطفل بالذات. محبتنا وتقديرنا لكل المعلمات اللي هم برضو بعلمونا يعني كيف نتخذ من القيم الحقيقية وسيلة لحياتنا. عندنا وقفة بسيطة كده، فاطمة عدت لنا مجموعة من النماذج اللي انت قدمتها، أعمال درامية عرضت على قناة الشروق، وحظينا بأنه احنا نجد بعضها. يعني دي مسرحية الآن جاهزة الآن، أو مقاطع منها، مسرحية المهرج، نتابع. مسرحية واحدة، لكن خلينا نتكلم نقابة المنتحرين والمهرج. حنشوف ان احنا ذاتنا الفوارق في الزمن وفي التقنية المستخدمة والتكنيك المستخدم في عمل من عمل مسرحي الى اخر. فاصل قصير وحنرجع نواصل حديثنا معك، ابقوا معنا مشاهدين. اهلا بكم مره ثانيه كل مشاهدينا، نواصل حديثنا مع الاستاذ الدرامي موسى الامير. اهلا بك مره ثانيه استاذ موسى، وحديثنا عن مهرج ما اكتمل يعني. انا عايز اتعرف على المسرحيه دي، متين اتعملت وتقدمت كم مره وتعرضت في ياتو مناطق، ولياتو مدى هي كانت يعني ناجحه يعني وخشت قلوب الناس بسرعه كده. المهرج طبعا اول بدايه لها كانت سنة 89، يعني نحن لما زي ما أقول ضربت المزيقة في هنا، نحن كنا جاهزين للعرض. كنا شغالين 3 شهور بروفات، من يعني من شهر 4 و5 6، نحن كنا خلاص المسرحية استوت هنا. فكنا بنعرض، وكان حظر التجول الساعة 9. في البداية كانت في إشكالات بتاعت العرض وما العرض، فكان راي مدير التلفزيون انه ما يزيع عليها، ما يروج للبرنامج والهناي. لكن لجعنا
سليمان محمد سليمان هو كان المسؤول الإعلامي هناك، فطلب أنه يسمحوا لنا فكانت الإعلانات بتنزل. المسرحية في فترة وجيزة جدا لقت إقبال لدرجة أنه أصبحت قاعة الصداقة تبيع التذاكر أو الشباك بيقفل بدري، الناس بيجوا بيحجزوا من بدري، وحتى في ناس كانوا بيبيعوا التذاكر في السوق السوداء. يعني التذاكر وصلت أرقام يعني في هنا. التذكرة كانت كم سنة 89؟ والله كانت الناس شنو؟ كانت 50 قرش. 50 قرش تصل لحد الناس شنو؟ وفي السوق الأسود يعني كانت 50 قرش. 50 قرش بالقرش القديم. أيوة. ما الألف هسه مجنة. 50 قرش فكانت يعني أعلى تذكرة. بالإضافة لأن هي تعرض لمدة 3 شهور في قاعة الصداقة، تعرض شهر في بورسودان، طافت كل ولايات السودان وكل المدن الكبيرة في السودان وبتقدم بالإقبال الجماهيري ده، لأن أصلا هنا طبعا طالت تقديمها في المسرح. بعدين زمان لما نقول والمسرح القومي، زمان لما نقول لك المسرح القومي يقدم، الإنسان بيجي المسرح بدون ما يكون يعني في 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 باله إنه ما دامت الحاجة دي معروضة في المسرح القومي معناته ده ستاندرد معروف. أيوه. بعدين مثلا المسرح القومي كان بينتج في السنه زي 7-8 لحد 10 مسرحيات. أيوة. بينتج اللي هو بيعمل 10 مسرحيات 8 منها انتاج الموسم، مسرحيات جديده بهنا شنو عامل انتاج كامل. بيدفع كل التكلفه بتاعت العرض، بتعرض المسرحيه في المسرح القومي وبيعلن لها في التلفزيون والاذاعه والهنا، وبعد ذاك المسرحيه تطوف الأقاليم. هاي زمان كانت الأقاليم، فبتطوف الأقاليم وتمشي العواصم هناك، بيكون بدوها السكن، بدوكم السكن والإعاشة طبعا تكون حسب تبع الإقليم، بدوكم التذاكر، بدوكم المحاسب، بدوكم الإعلان، إعلان طبعا وسائل الاتصال الجماهيري دي اللي هو بتاعت الميكروفون دي بيمشوا. أيوة. الناس بيعملوا الإعلان في المدينة، فالعائد يا إما أن تكون شنو تنتجوها للمسرح، انتاج المسرح انه العائد بيكون كله للمسرح، ولكن بدوك انت لو بدوك في الـ في الـ في, الـ في الخرطوم او في العاصمه 7.5 جنيه ودي كانت طبعا الفئه، برا بدوك 15 جنيه في اليوم. ايوه 15 جنيه في اليوم، 15 جنيه دي قروش، وقد تعمل 10 عروض 15 عرض. طيب في شخصيه كده تكلمنا عنها اللي هي صقر قريش، التاثير اللي انت يعني بتعتقد انه الشخصيه دي لقيته منها او هي ذاتها انت اضفت لها شنو بالتحديد؟ يعني اذا كان دي الرؤيه الاوليه للمخرج لهذا العرض. والله يا اخي صقر قريش، بعدين بالمناسبه الشغل ده شغل بتاع فرقه الاصدقاء على العموم، دائما شغل فرقه الاصدقاء، والنص طبعا هو بتاع محمد الماغوط كاتب السوري، اعداه مصطفى احمد الخليفه، إعداد سوداني يعني مصطفى أحمد الخليفة عمل فيه شغل هنا. بعد ذلك بيبقى نحن عندنا وتتوزع الشخصيات. يعني يمكن تكون كل شخصية حسب الملامح بتاعت أو ما يناسبها. ف بتبدأ المسرحية، بعد ذلك الناس بيكون أثناء البروفات والهناية بتقوم بتشحن الشخصيات، تملى الشخصيات بدون خروج، لأنه دائما الابتكار بيكون من داخل الشخصية، يعني ردة فعل الشخصية الطبيعية في حالة توقف، حالة هنا في حالة هنا بتكون ردة فعلها بتكون طبيعية، وبالتالي يتكون هذا الشكل المتناسق والمتسق مع بعض. المسرحية المهرج يعني ما بتشعر بأنه فيها ثانية ما عندها قيمة أو معنى. أيوة ما عندها معنى، لازم بتكون بكل الانضباط تمت المسرحية دي. تانية المسرحية القضية بتاعتها قضية قوية جدا جدا، اللي هي كون الناس يبيعوا تاريخهم ببصل. يعني شوف صقر قريش دي الرسالة يعني القيمة اللي فيها ذاتها. أيوة القيمة يعني. القيمة القومية فيها. فالمسرحية دي لقيت إقبال من ناس كتار جدا، يعني أنا بتذكر مرة في القاعة بنأدي مع الضحك ده كله، فلما في حتة كده صقر قريش يقول له الناس وروني الاسكندرون ضاعت وفلسطين ضاعت والقدس واحد، بيقوم بيقول لي حيفا يافا اندلس اسكندرون
أين أمة العرب؟ لما نقول كده والله في واحد في الصالة بعد يبكي 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 لحد ما طلع من الصالة، لأنه طبعا وصلت وصل له الإحساس بتاع إنه الزول ده يعني فجأة في إنه وين أنتوا؟ نحن اجتهدنا وسوينا الحاجات دي كلها، تجوا تضيعوها أنتوا هنا؟ بكل العنفوان ده لما يجيوه ويجيبوه لحد العصر الحديث في النهاية جاءوا تشاوروا فيه إنه دارين يودوا لأسبان لأنه طلبوه كمجرم حرب زمان احتل بلادهم بالقوة وبعدين بقايدهم، فالسخرية من إنه طيب المواقف ده بيقودني الحديث عن فرقة الأصدقاء والعمل الجماعي لسؤال حول تكوين الفرق الدرامية الآن. ليه يعني التجربة دي ما استمرت في وجود فرق وليه ما تواصلت يعني؟ والله يا أخي هي طبعا في النهاية مسألة بتاعت منهج، يعني الناس التقوا كأصدقاء نادي أصدقاء وهنا بعد شوية بقوا يعني يفكروا في إنه يعملوا سكتشات وحاجات في الجامعات المدارس هنا مع بعضنا لحد بقوا يعملوا مسرحيات قصيرة، ف يعني طبعا والناس حسوا بعض على اساس انهم يمشوا يكملوا يعملوا دراسه يدرسوا يكملوا المعهد درسوا المسرح هنا، فبقت المجموعه متماثله ومتكامله. ولكن الفرقه الثانيه ما استطاعت انها يعني تستمر، كان في فرق موجوده، فرقه الارض فرقه يعني، ف دي لانه احنا يمكن الناس لانه كانوا شباب فكانوا قادرين انه يدبروا حاجاتهم وهنا يمشوا، لكن الفرقه الثانيه فيها ناس طبعا عندهم كانوا مسؤوليات وكان حاجات زي دي وهنا، فيمكن دي كانت قعدت بهم من انه يتواصلوا. طب في حكايات سودانيه في قناه الشروق اللي قامت قناه الشروق بانتاجها في سنوات ماضيه، كنت حاضر في القصص الجميله اللي شاهدناها اللي عندها قيم وابعاد واهداف ورسائل. يعني العمل الدرامي اعتقد انه من خلال ملامح شاهدناها قادك للعمل مع أجيال أخرى برضو، يعني كيف بتفتكر كيف تفتكر أن التجربة دي ساهمت في نجاح الأعمال اللي هو لقاء الأجيال في أعمال درامية مع بعضهم البعض وتمازج التجارب ما بين جيل وجيل آخر، خصوصا أنك قبيل كلمتني عن أنه أنتوا كنتوا شباب فبالتالي أيام فرقة الأصدقاء فبالتالي كان لكم جيل رائد أيضا تعلمتوا منه وأخذتوا منه. طبعا هي الحاجة الفنون عموما هي بعد لو قلنا الموهبة الواحد يكون عنده الموهبة بعد ذاك إذا صقل بالدراسة هذا شيء، لكن من أهم الأشياء إنه المتابعة والممارسة والاحتكاك، أهم شيء الاحتكاك، أنت لأنك بتأخذ من هم قبلك فمكون أكثر تجربة وأكثر معرفة وأكثر علما، وإنت من خلالهم زي مثلا هسه عندك في التيم في الملعب لما يكون في كوتش لما يكون الكابتن موجود الناس بترتاح في الشغل، بتقدم شغل او بتلعب لعب مرتاح، وبعدين بيكونوا حاسين بانهم عندهم زي غطاء كده او داخلين في حاله بتاعت يعني في قائد، يعني ثقه. ايوه في قائد وفي ايوه بيكسب الناس الثقه، وبعدين دائما القائد هو بيكون بيوجه. مثلا أنا أول عرض أو قدمته حاجة اسمها أو من الأوائل العروض اللي قدمتها في المسرح القومي حاجة اسمها مسرحية اسمها مجلس تأديب، فكان عامل رئيس الجوغة والمروج لهناك، ونحن تحت في البترون جاني الأستاذ إبراهيم حجاز الله يرحمه أستاذ إسماعيل طه، قال لي صوتك جميل يا شباب حافظ عليه ودربه. استاذ اسماعيل طه الاعلامي ايوه ندي العافيه ان شاء الله. فالاستاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه قال لي اياك والغرور، غرور بطريقته ديك بالغرور، وان شاء الله الواحد حافظ على انه ديل حافظ على الحاجتين ديل حتى انه يعني يقدر اهو، لو ما الواحد لقى دعم زي ده ولقى وقوف زي ده اكيد ما بيقدر ينطلق. ف يعني ابواتنا اللي قدامنا هم اورثون هذه الاشياء. بعدين الواحد دائما بيحاول انه يتعامل مع شباب، يعني انا اصلا لا اتوانى في انه يجي مخرج شاب او يطلب مني اتعاون معه انه
انا ارفض. ليه؟ لانه برا انه هو ما دام توثق في انك انت بتعانق ما ترده. أيوه. ووجودك انت ذاته بتخليه شويه هو يرتاح من مساله الاداء والحاجات زي دي، لانك انت محتاج كمخرج تقوم توجه الممثلين. ايوه. فبتكون تغنيه عن حاله في انه ينتبه لشغله بتاع كاميرات وشغله بتاع انها صوت والحاجات الحاجات الثانيه. لان العمليه متكامله. يعني انت لو ما حسيت باهميه انك انت تطلع العمل اللي انت مشارك فيه ده بصوره جيده، يبقى مساله بتاع زي ما بيقولوا زي اداء قطعه، عندك قطعه دار تنتهي منها. طيب ده بالنسبه للمخرجين، بالنسبه للممثلين الشباب كيف؟ تعامل معاهم وتبادل جدا. ما هي قلت لك الممثلين الشباب، ما انت ليه؟ لانه الممثلين الشباب اللي معاك انت لازم تكون يعني من ضمن الاشياء. اشتغلنا قبل فترة فيلم اسمه أحلام. اسمه أحلام. المهم مع الأستاذ قاسم أبو زيد وأنس. في الشاب تريكي المخرج الممثل هنا، ممثل دور ابني. التريكي. 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 ففي حتة كده نحن فيها يعني فيها عاطفية شديدة جدا وبين نحضن بعض كده ولحد ما نصل مرحلة النوكا. فهو كان بالصايد ده وانا بالصايد هنا ولحظة انا حسيت بانه انا واشيل الكاميرا وحسيت بانه الشاب ده ادى اداء نمن دموعه جرد. فبعاين له كده وقمت خطيته هنا، لانه ما ممكن احساس تخلي احساس زي ده يضيع. صحيح. يعني انا كنت بكشتغل فخطيته هنا على اساس انه مش لانه الواحد، لانه شوف ده لما الشاب ده يؤدي اداء عالي المشهد بتاعنا كله بيكتسب سموه له، بيرتفع ذاته. ايوه بيرتفع. آه. فانت بكون همك انه الشغل كله يلقى السمو والارتفاع قدام المشاهد. فاحساس زي ده لما يصل للمشاهد بيحترم العمليه. طيب انا قبل انت تكلمت لي عن الصوت. الصوت ده سحره وسره غريب جدا حتى في توصيل الإحساس يعني، واستخداماتكم له في المسرح بتتميز بالقدرة على تدريبه وتطويره وتطويره لإيصال الرسالة. قدر شنو خدمك الصوت في الحاجة دي وانت عملت له شنو بالتحديد عشان احنا ذاتنا نمشي نتدرب يعني؟ هو فعلا تعرف والله يعني التلاوة قراءة الشعر شفت كيفين؟ لازم التدريب. انت عندنا استاذنا خيري الله يرحمه، ده كان بيمشي بيقعد. طبعا ذاك صوت خيري احمد، ذاك صوت مميز يعني. ده بيقعد قدام النيل كده وبيعلي صوته ويدرب في صوته لحد بعد مرات بينجرح يعني مراحل زي دي لحد ما هناك، لكن استمر فاوجد الصوت ده. الصوت بيحتاج لتمرين. ايوه تدريب. اول حاجه بحكايه انه في الاول لازم الدراسه انه الحجاب الحاجز والصوت انه تدرب اول حاجه الحجاب الحاجز. ايوه الدايفرام على اساس انه ينزل وياخذ يدي سعه للتجويف الصدري عشان الرئتين تفتر افترار تام وتختزن الهواء. بعد ذاك تمرينه هو لقوه عضلته انه عشان ما يفك الهواء طوالي، فيبقى يفك الهواء بالتمرين بالتدريب بالتدريج 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 عشان انت تقدر تطلع جمله متواصله طويله جدا بدون ما النفس يجيف. فدي واحده. الحاجه الثانيه السكتات. يعني انت تدرب نفسك 200 تسكت 200 تقول والوقف المعلق والوقف الكامل فدي كلها بتخلي الاداء. يعني مثلا انت شوف في صقر قريش نحن بنكون شغالين فتره طويله جدا في المسرح. لما اجي اشتغل في الاذاعه الراجل ده بعتر لي لسبب، لانه الصوت بتاع المسرح داير طاقه عاليه. أيوه جدا. أيوه وقويه. أيوه على اساس انه يصل لاخر مشاهد هناك. استديوهات الاذاعه ما بتحتاج الاذاعه بتحتاج انك انت الهمس يعني مع المايك. ايوه ايوه نحن بنسميه الكوبرا طبعا. أيوه. لما نجيب قدامك كده الزول المهم متعود عليه وطبعا بيرجف. فانت بتقوم تديه
بخمس ما عندنا زمن كثير يا استاذ موسى، لكن 200 خفته في المسرح، حصل يوم خفته على خشبه المسرح؟ خوف؟ والله يا اخي الخوف ده لو ما حصل يبقى ما تقدر تأدي. ضروري. شوف في اي لحظه انت داخل الخشبه، ايوه عندنا طبعا الراجل ستانسلافسكي اللي هو شيوخ الدراميين والمسرحيين، فقال before you go on stage pay a visit to the toilet. طوالي الجماعه بيسموه، فبتجري هناك زي زول نازل بحر. يعني هسي اي زول عايز يسبح صدمه المويه الاولى البارده، ايوه في غموض في في طبعا الحاجه اللي بتخلي الزول في يعني المساله مستمره ما مره ولا مرتين، ما يعني مستمره لو وقفت، لانك انت الطاقه بتاعت الخوف دي ما بتجيك انت رجفه، انت في تدويره ذاتها في العمل. ايوه تحولت لانه طاقه بتاعت الشخصيه. ايوه طيب اخيرا يعني احنا على الختام كده ماشيين، شخصيه حبيت تمثيلها وما مثلتها، شخصيه حبيت تمثيلها وما مثلتها حتى الآن، أو عمل يعني. والله يا أخي الشغل بتاع طبعا الشخصية بتاعت خليل في خطوبة السهير اللي هو أداه أستاذنا مكي سنادة طبعا أجاد، تحية هذه من الحاجات، تحية للأستاذ مكي سنادة. وبالمناسبة قبل يومين في ورشة كتابة تاريخ الدراما في السودان، الأستاذ مكي سنادة أعلن رجوعه احنا طبعا حنحاول نستضيفه ان شاء الله في الفتره الجايه. يعني انا شاكر لك كثير بالمناسبه دي، هي لازم رجوع ان شاء الله، ان شاء الله كثر خيرك كثير انت كمان، ونشكرك على حضورك معنا، وربنا يديك الصحه والعافيه، ونشاهد لك المزيد والمزيد من العطاء. الله يديك، شكرا لك كثير. شكرا لكل متابعينا في هذه الحلقه من برنامج في موعد، نلتقي في الاسبوع القادم في ذات الميقات. الى اللقاء.